يا جماعة أنا بكرر هالموضوع 100 مرة. ثم الله الله في الصلاة. الصلاة ترى الصلاة مو بسوالف. حنا بعضنا يتصور لما نكرر الصلاة يا أخي أشغلتونا. يا جماعة الصلاة علاقة بينك وبين الله. الصلاة ارتباط الدنيا بالسماء، ارتباط الأرض فوق. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة نور. بعض الناس اليوم في ظلام مظلم طريقه، والله لم يجد النور ولا الإضاءة إلا في صفوف المصلين. تبغى التوفيق؟ عليك بالصلاة. تريد الوظيفة؟ عليك بالصلاة. تريد الرزق؟ عليك بالصلاة. تريدين الستر؟ عليك بالصلاة. تبغى هداية عيالك؟ عليك بالصلاة. تريدين هداية زوجك؟ عليكم بالصلاة. الرسول بدأ بالصلاة.